مرحبا احبابي، كيفكم اليوم؟ بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير عصير اللقطين. طريقه كتير بسيطه وسهله وسريعه. لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء عندنا حليب، لقطين، تفاحه. بحط الحليب على جنب والتفاح. بدنا نقطع انا وياكم اللقطين. ورقاق بهيدي السماكة. كمان بحطهم بالطنجرة. بنحطهم بالطنجرة. بحط كوب مي، بغليهم هالغاز. بغطي الطنجرة وبتركهم يغلوا مع بعض ليستوي عنا اللقطين. بعد ما غليت اللقطين حوالي 10 دقايق وصار بهيدا الشكل والمي اللي فيه صارت تقريبا ناشفة. هلأ بدنا نكفي انا وياكم. بعد ما برد اللقطين لعنا هلأ بحطهم بقلب الخلاط. كمان بحط فوق ملعتين طعام عسل، كوب الحليب، بحطهم على جنب وبدي اقطع التفاحة وحطها فوقهم. بعد ما قشرت التفاحة هلأ بحطها فوق الخليط. بحطها وبخلطهم مع بعض. هيدا المشروب اللي عملته أنا وياكم، صحي ومغذي وكتير رائع. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.